مرحبا. الرطوبة عالية وقت الشوب، ولو واحد تحمم 3 مرات بالنهار ما بكفي. الرطوبة هي كمية بخار المي الموجودة بالهواء وبتسبب التعرق. بمنطقة البقاع درجة الحرارة عالية كتير، بس ما في مصادر مي لتتبخر، بالتالي نسبة الرطوبة بتكون واطية. بينما بالمناطق الساحلية مثل بيروت وصيدا وسور الرطوبة عالية لأنه هالمناطق قريبة من البحر، كرمال هيك منحس بالشوب أكتر. آخر أسبوع من شهر حزيران أجواء صيفية عادية مسيطرة على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومتوقع ارتفاع بدرجات الحرارة. آخر الأسبوع الرطوبة مرتفعة بشكل ملحوظ وعم تتخطى 85%. الهواء متوسط السرعة والجو صافي إجمالاً على الساحل وضباب على المرتفعات مساءً بسبب ارتفاع بنسبة الرطوبة. البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 27 درجة. منلاحظ أنه حرارة مياه البحر ارتفعت درجة بيومين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصاً أنه قربنا من شهر تموز. اليوم طقسنا بلبنان قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة يلي رح تتراوح ببيروت بين 20 و32، فوق الجبال بين 19 و25، بالأرز بين 14 و22، بالبقاع بين 17 و32، وأخيراً بجنوب بين 18 و28 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وخلينا نبلش بمشوارنا من عكار حيث عم بتسجل. عكار 19، طرابلس 27، جبال 27 درجة، وأيضا ببيروت، ومن بعدها صيدا 26 وسور 26، بنت جبال 23، نبطية 23، بيت بديل 25، رمنا 26 درجة، بعلبك 26، وأخيرا نوصل للهرمل 29. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 60 و85 بالمية، حرارة سطح المية 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياحية جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليوم وبكرة وبعد بكرة خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 20 و32، وبكرة بين 20 و31 درجة، والجمعة بتوصل ل 32 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. صنعاء 20، القدس 26، دمشق 28، والجزائر 20، الخرطوم 34، وأخيرا برلين 13، ولندن 16 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.